ما شاء الله يعني فقرة الشيبان هذه كل شيء سووا فيها كل حتى عرس أقاموا فيها الله يعطيهم الصحة والعافية. صار يعطي العانيات المرسي بخيتها ما شاء الله تبارك الله. يعني الرجال ما قالوا الربع في حلقة سابقة أنها مفروض تكون لها برنامج مستقل لحاله. صحيح الرجال سوى كل شيء للأمانة يعني سوى كل شيء وهو من ضمن برنامج. فما بالك لو تعطيه إنتاجية خاصة ميزانية خاصة تقول يا ولد شيل الليلة فقرة الشباب يكون أثرها مختلف. إيه إيه رجال يعني out of box خارج الصندوق رجال يجيب صحيح. أفكار يجيب يعني استقل الحدث السيد الله يوفقه ويكتب له رفاه البرين إن شاء الله اللهم أمين. استقل الحدث طلع بشكل جميل جدا صحيح. علي لفت منك كانت هذا المقطع وش اللي عجبك فيه؟ أنا أرى أنه فقرة الآباء في هذه النسخة هي برنامج مستقل برنامج واقعي وليس برنامج تقول برنامج حواري ولا برنامج واقعي مستقل تماما. احتفلوا مع بعض لعبوا رياضة مع بعض تونسوا مع بعض تذكروا زوجاتهم مع بعض تذكروا آبائهم وأجدادهم مع بعض تونسوا مع بعض احتفلوا أبنائهم وأحفادهم مع بعض احتفلوا بالشخص المتزوج معنا من أحد أفراد القناة تونسوا مع بعض. السنة هذه فقرة الآباء اللي يبغى يتونس ويستانس تستطيع عادتها 100 مرة اليوم بكرة بعد بكرة. ما أنسى لما كانوا يلعبون رياضة مع بعض واحتفلوا مع أحفادهم وأبنائهم مع بعض واحتفلوا بأنفسهم واحتفلوا بزوجاتهم لما احتفلوا تذكر كل واحد مواقفه مع زوجاته احتفلوا بهذا الشخص يتزوج معنا. كل هذه الأشياء قدمها فريق عمل بيت الحكمة السنة هذه يشكرون عليها ذكرناهم في كذا فقرة وكذا لفت لهم. صراحة هم فوق التقييم في هالبرنامج وصلوا مراحل جدا عالية في أنهم فعلا أقنع الجمهور والمشاهد أنه إحنا فقرة مختلفة إحنا فعلا على قلب رجل واحد. إذا قال قلب رجل هذا برنامج الواقعي صحيح مو بالشباب اللي بعد الساعة 4 العصر. نواف استعد معنا. نواف نواف السلام عليكم. حياك الله بالسلام. يا هلا ومرحبا صبحك الله بالخير. سبيكر هنا ممكن سبيكر تسمعوني؟ سمعنا صوتك. عد 1 2 3 4 5 6. ما اشتغل السبيكر هنا؟ 7 8 9. اشتغل السبيكر؟ ما اشتغل ما اشتغل. بنحاول ان نشغل السبيكر اخوي نواف. دندل للجمهور الجمهور يسمع. سمعنا شيء فيما يشتغل السبيكر. كرم عزيز بالعمر ما استدلى يسوق عمره للمشاريف سوقي. لا والله كمل. ها كذا سبيكر اشتغل يتكلم. اي واضح. 1 2 3 واضح الصوت كذا تمام. فيها كله مهندس صوت مهندس إيه؟ والله مهندس صوت شغال. صح اشتغل عندنا الحين خلاص شغال. اسمعوني انتو ايه طفاه شغال يا شيخ. يقول اول طفاه شفت ما من قال اول طفاه بعض يقول انت اول طفيت. والله انا طافي والله انا مخرج فاشل وفريق فاشل والله العاطي. تعال انت والله العظيم لولا الله ولا استمراس حتى ثم وجودي انا كمدير عمليات في هذه القريه انكم فاشله مش اقول طرف. طيب عبادي قصر الصوت في اذني يا اخي شوف شوف الصوت عالي. هو شفت نواف سلك ايش تسوي وش يقول يوم قال انا مدير عمليات وكذا. لا 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 شفت ايش سوى. بالله ايش سوى بالله سويت نواف. والله ابتسمت بس بس لا 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 ما, لا ما يصلح. لا معليش كلمة تدارك الفهد صدق. والله ايش سويت بالله سويت بالله نواف سويت. هل تستطيع ذكرها مرة اخرى؟ هل تستطيع ولا لا تستطيع؟ طيب قلت كذا بالضبط نواف شفت اول شيء ايش قلت؟ انتم تدوروا مشاكل شباب خلاص الرجل قال ابتسمت. والله تفضل استاذ نواف. نواف تبي شيء؟ تبي شيء؟ على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الخبل. هو يقول أنا يسموني خبل عادي صح؟ قلت أنت مرفع القلم صح؟ تقول ما تزعل. إيش فيك انطرمت؟ سولف يا خالد ما أدري إيش القصة. خلاص يعطيك العافية سمعنا صوتك وتشرفنا. لا لا محسوم نواف نور حتى والله أبو سند. الله يوفقك بيض وجهك. الله يحفظك يا حبيبي سهل عليك. يعطيك العافية يا حبيبي. يا حبيبي وفهد شوفك على خير. الله يحفظكم في مالك. يا ترى ما سوى شيء ما سوى شيء. للحين جالس وبدر. طب ما سوى شيء والله ما سوى شيء. مقطع نواف جاهز؟ طيب أعطونا مقطع نواف. Yeah.
نواف من اجمل الاصوات الموجوده معنا في البرنامج ان لم يكن الاجمل، اشاده كبيره من كل الزملاء النقاد دائما وابدا في مشاركاتك وفي صوتك، حضورك كان لطيف وخفيف، يعني انت ومساعد كنت من اذكى المتسابقين في يعني رسم ملامح الخوة بين كل الزملاء، ما كان لك مثلا تحزب مع احد او كان لك ثنائية مع احد او كان لك حضور اكثر مع احد، كنت مع الجميع. في النهاية هذا امر ايجابي لاي متسابق يدخل برامج الواقع انه يحاول بشكل او باخر انه يكسب ود الجميع. فهد، نواف من اجمل الاصوات اللي دائما تشيد فيها. نعم، نواف الشهراني صاحب حنجرة ذهبية للامانة. نواف الشهراني هو من اعتقد ان اذا كان هناك لقب يعني منشد النسخه او حنجره النسخه او صوت النسخه فهو الله يرفع قدرك. نواف الشهراني رجل فنان بما تحمله الكلمه من معنى، متمكن، يعرف من اين يعني يعرف كيف يوظف صوته، يعرف كيف يوظف تلك الموهبه التي منحها الله سبحانه وتعالى اياها. أعماله كانت جدا جميلة. نواف صوته جميل إلى درجة أنه غريب. ما شاء الله تبارك الله. الله يرفع قدرك يا محمد. ما شاء الله تبارك الله. ما أدري إيش أقول. من شدة جماله غريب للأمانة. فأتمنى أنه يطور نفسه في العمل الفني. أنا أجزم، شوف أنا أقولها علنا صراحة والله الذي لا إله إلا هو، إني ما أقولها يعني من باب الطقطقة. انت اذا بعدت من خالد حامد والله العظيم انت تصبح فنان ممتاز. خالد حامد اسلوبه الفني انا لا يعجبني. لا، اسلوبه اللي اسلوبي. اذا بعدت من خالد حامد فانا اتوقع لك مستقبل براق. نبتعد انا وياك وممكن ننجح. لا انا ماني، انك ما زلت معي. انا ماني فنان، انا يعني على المستوى الفني بس. احنا نتكلم على المستوى الفني خلص. اما خالد حامد كصديق وكرجل، خالد حامد له جمايل عليه. الله ولعبه ومحمد من يسمع. نعم، لك يا ابو محمد. رايك علي في كلام فهد، تتفق او تختلف؟ شوف نواف، انا بالنسبه لي اذا التفت لنفسه كصوت فني بيكون مختلف تماما. نواف قامت صوته جدا جميله، والى الان ما زلنا نشيد بعمل ميلاد دوله اللي من زدر صدق 30 طبق او انتج هالعمل. إلى الآن ما جاء أي عمل ينافسه في هالبرنامج وهالنسخة. نواف صوت فني وخامة صوتية جدا جميلة، يعني خامة الرجل يمتلك إمكانيات جدا عالية. لا نزع من بعض، يعني في ناس كثير مثلا لا في النسخة هذه ولا في نسخ سابقة ممكن ما ممكن نواف يتفوق عليهم بمراحل كبيرة. الله يرفع قدره. نواف متمكن وعارف في يوم الخير والبركة الأشياء. هو رأي شخصي يعني، ما يمثلك، يمثلني أنا. فأرى أنه نواف إذا التفت النفس الالتفات الصحيحة في إنتاج الأعمال الصوتية والفنية بعد البرنامج بكل شأن خاص، وذكرت وسولفت معنا تحت الهواء كذا مرة وقلت له إذا التفت النفس في ناحية الإنتاج للعمل، يعني لو في السنة ينتج لي عمل فنان يعني يكون العين عليه والفوكس عليه بيكون له انطلاقة جدا باهرة. زدر صدق إن شاء الله يكون له انطلاقة حقيقية. هو كان قبل زدر صدق شارك، كان له أعمال صوتية وكان له مشاركات إعلامية، لكن إن شاء الله يكون انطلاقته الحقيقية بعد زدر صدق. كثير من ترى المنشدين في زدر صدق أو حتى شعراء زي راجح الحاثي، ترى جلس حتى بعد نسخة زد 5 كان أي وقت تتصل عليه الإدارة السلام عليكم نبغى قصيدة جاهزة، وكذلك منشدين اخرين مثل خالد حامد اي وقت تتصل على الاداره نبغى شيء نبغى عمل يكون جاهز. فبعض الشعراء والمنشدين المفروض انه يكون ستاند باي لاي قناه، لانه برضو لو الخير اسوق لنفسي بصوتي. هذه الفكره. وفك الله يا نواف يا حبيبي، ان شاء الله تشوف الشغل الثقيل بعد باذن الله. دعوتنا لك، رايك محمد؟ انا والله يعني اشوف ان استاذ نواف استغل موهبته في البرنامج مثل ما استغل محبته خالد حامد. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. التبريرات يا ابو سالم. جاي عنبر طويل. نواف نجم يا حبيبي. ابو سالم النجم كلمه هي تعمل اكثر من شغله، يعني مو شرط منشد يكون نجم، ممكن يكون صوته حلو او نص النجم عادي لو انه حتى نص موهبه، بس انه نجم في السوشيال ميديا تشوفه عنده كاريزما. نواف غير صوته بعد ما شاء الله مزامير ال داود، عنده كاريزما كوميديه، رجال عنده لمسه كوميديه يعني يرسم عليك ابتسامه ببلاش، عرفت؟ هذه محركات النجم، غير الموهبه العظيمه اللي عنده، عنده كاريزما الكوميديه اللي ممكن الناس تتقبلها حتى لو يسولف، خل الموهبه على صوت. صحيح. هذا توصله للنجوميه.
الله يوفقك ويرضى عليك يا ابو سالم. شكرا لكم، يعطيك العافيه نواف، وشكرا لك. وش حاب تقول في اخر دخوليه لك في الكوش الروم؟ باذن الله في عمل بكره راح ادشنه، وهو اخر تدشين لي في البرنامج، ان شاء الله يعجبكم، واذا كنتم موجودين تشرفوني انكم تدشنونه معي باذن الله. بس اللقطه الختاميه نحتاج النظرات المعتاده منك سيد نواف. الله 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 تبهرني دائما النظرات هذه، احبها هذه اذا توهق نواف كذا كذا. لا لا في حاول عادي الموضوع، اي لم يخترط خان محمد سيستم داون، اي مو سيستم داون، كل شيء داون. 2 جيجا يعطيك العافيه نواف. شكرا لك. يا ليت ابراهيم ابو فمين يكون معنا في الكوش الروم في اسرع وقت ممكن. انا من قلت ابراهيم ابو فمين اسمع في الاربيز الكنترول ازمه، سمعت الاجهزه قامت تتكسر، و يعني العم منيب ولد عبادي قاموا من طبيعي من الصوت. ما يلموا الاربيز المفروض نرخصه الان، يواجه حاله اغماء فلاح. شو اسمع يشقق الورق، في استنفار عظيم من تواجد ابو فمين. الله ما ادري مين اللي بينقلنا لابراهيم ابو فمين في التو ويندو. جاهز ابراهيم ابو فمين؟ المفترض انه يكون جاهز، غريب انه مو جاهز. اسرع واحد يروح الكوفي شروم ابراهيم ابو فمين، لانه بغرفه الثانيه في البرنامج. هو يا تلقونه في غرفه الاداره ولا في لا في غرفه في البنك، وبالعاده في البنك زبادي مع زنجبيل مع كركم كركم كذا اغراض ياكلها. شلون ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعطيه الصحه والعافيه. خلطه ابو فمين وماخذها زي السبانخ حق باباي، ياخذ كذا السبانخ بسم الله يجيك يورطنا، حنا نتورط يجيك طال عمرك بسم الله. ما شاء الله تبارك الله.